السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير. مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية من خلال هذا البرنامج، ومن خلال البرنامج أيضا لدينا مواضيع. عندنا بوابة سلام الاقتصاد الإسلامي، فافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع منصة بوابة سلام، المنصة الأولى والوحيدة على شبكة الإنترنت للحصول على كل ما يتصل بقطاع الاقتصاد الإسلامي. طبعا نحن من خلال برنامجنا بنستضيف الآن، عندنا في الاستوديو السيد عدنان حلاوي مدير أول الاقتصاد الإسلامي، ومن خلال البرنامج بنرحب به، وأيضا بناخذ أيضا الكثير من الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع. السيد عدنان السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا وصبحك الله بالخير. صباح النور. من خلال البرنامج أيضا لدينا كثير من المواضيع، بنذكر بأرقام التواصل إذا كان هناك في تواصل على 600-551416 والرسائل على 4006. خلنا في البداية نشرح أيضا المشاهدين مبادرة إطلاق منصة بوابة السلام في نوفمبر الماضي، وما سبب أيضا يعني رعاية صاحب السمو لهذه المنصة، وأيضا لماذا أطلق عليها كلمة سلام. أهلين، شكرا. إذا نرجع للأصل، نحن نعرف أنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، من 3 سنين أطلق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي. صحيح. وضمن هذه الخطة لتحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، أطلق مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي، وهناك عدد من الخطوات اللي لازم دبي تتبعها وتنفذها على مدى 3 سنين بالمدى القصير وعلى المدى البعيد طبعا، لدعم هذه الخطة وهذه الاستراتيجية اللي أطلقها صاحب السمو. وإحدى هذه المبادرات تحويل دبي عاصمة للقطاع المعرفي أو للمعرفة في هذا المجال. لا. تأسيس علم الاقتصاد الإسلامي العالمي، عملت تومسون رويترز بتوكيل من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي على تطوير بوابة سلام، وتم إطلاق الجزء الأول من هالمبادرة مثل ما حضرتك تفضلت بأكتوبر الماضي بخلال أعمال مؤتمر الاقتصاد الإسلامي العالمي الدورة الثانية اللي عقدت في دبي في أكتوبر 2015. المشروع بيتضمن 3 سنوات من العمل الحثيث، وعنده جزئين. أطلقنا الجزء الأول اللي رح نحكي عنه اليوم، هو بوابة سلام. رح نحكي عن ليه اختار صاحب السمو اسم سلام للموقع، وماذا يتضمن الموقع من قطاع معرفي، من معلومات تساعد رجال الأعمال، المختصين، المصدرين، الشباب، النساء، كل من يعمل في مجال الاقتصاد الإسلامي العالمي، أو كل من شأنه أن يدعم هذا القطاع، كيف فينا نساعده من خلال الموقع. نعم. إذن مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، أيضا نذكر بأن نتحدث الآن عن موضوع بوابة سلام الاقتصاد الإسلامي، ومعنا السيد عدنان حلاوي مدير أول الاقتصاد الإسلامي في تومسون رويترز. ومن خلال برنامج نذكر بأرقام الهاتف، هو 600-551416 والرسائل على 4006. إذا يعني في سؤال يعني يمكن بشكل كبير، أنت أيضا عندك إن شاء الله في عرض بتعرضه لهم، لكن يعني كيف سيساهم تحويل دبي إلى عاصمة لهذا الاقتصاد في زيادة فرص الاستثمار، سيما يعني مع وجود أيضا بنية تحتية توفر تسهيلات كبرى للمهتمين؟ نعم. يعني هذا السؤال هلا رح نوصل رح نسهب بالتفصيل عنه، عن كيف الموقع رح يساعد هذا الاتجاه لتحويل دبي وايضا تحويل العالم كله، انظار العالم. صاحب السمو الشيخ محمد نظرته للمستقبل ما بتتضمن فقط دبي،
بنعرف انه نظرته بتشمل الامارات العربيه المتحده، تشمل الدول العربيه، الدول الاسلاميه ودول العالم اجمع. توجهاته دائما عالميه مستقبليه، بتسعى لمساعده الشباب، برجع بقول المسلمين وغير المسلمين، لتطوير اعمالهم للرياده. هذا النظره اللي عنده اياها للمستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم غير محدوده بجغرافيا معينه او بقطاع معين. خليني ارجع للخطه الاستراتيجيه اللي هي اساس لكل شيء. الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي تم إطلاقها من 3 سنين برجع بقول، وبتشتغل على 7 توجهات رئيسية بتتمحور على قطاعات اللي بتكون كلها سوا قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي. وإذا بدي أقرأ هون بقول فإذن التمويل الإسلامي واحد منها، اللي هو أشهر القطاعات الاقتصاد الإسلامي العالمي، لأنه صرنا زمن نسمع عن التمويل الإسلامي، إدراج الصكوك الإسلامية، نحكي عن البنوك الإسلامية، ودبي رائدة في هذا المجال مثل بنك دبي، دبي إسلاميك بانك. عنا السعودية طبعا لاعب كبير، ماليزيا. فإذن التمويل الإسلامي هو قطاع تأسس، عنا معايير، عنا تشريعات، عنا كل شيء، وفي تطور وازدهار مستمر. حتى كانت يعني في بعض حتى دول العالم جاءت لي ايضا تستزيد خبره، حتى من 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 يعني من دبي ومن ايضا بعض دول المنطقه اللي مطبقه مثل هذه. صحيح. فبعد رياده البحرين ودبي والسعودية كلاعب كبير في هذا المجال، شفنا دول أفريقية، دول مثل المملكة البريطانية، مثل ألمانيا، لأن البنوك العاملة هناك والحكومات الآن تتجه إلى إصدار سندات إسلامية، أولا للاستفادة من رؤوس الأموال الموجودة بالخليج العربي، ثانيا لأنه أثبت قطاع التمويل الإسلامي حصانته ضد الصدمات المالية، وثالثا لتوفير أدوات استثمارية للمسلمين اللي بيعيشوا بالمملكة المتحدة أو بأوروبا أو في الولايات المتحدة. وبالتالي صار القطاع الإسلامي، التمويل الإسلامي واقع وليس خيار، وفي ازدهار مستمر. القطاعات الثانية اللي بدنا نحكي عنها قطاع الغذاء الحلال، الأغذية الحلال. نعرف أنه الأغذية الحلال هي قطاع كبير جدا، مستثمرين، مصدرين، مستوردين. نعرف أنه بأي دولة بالعالم في طلب كبير على الغذاء، القطاع الأغذية الحلال، وفي من 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 لحظة التصدير والزراعة، من الزراعة عفوا أولا للإنتاج، مرورا بالنقل والتوزيع واللي بنعتبره اللوجستي، القطاع اللوجستي، وصولا الى الاستيراد والبيع والتجزئه وقطاع التجزئه بالغذاء الحلال. في طلب يعرفه المستهلكين، هذا المطعم حلال او لا، هذا الاوتيل او هذا الفندق خدماته تتماشى مع الشريعه الاسلاميه او لا. وبتعرف المسلمين، يفوق عدد المسلمين في العالم حسب اخر الاحصاءات أو ما يقارب 1,700,000,700 مليون مسلم عالميا. هذا يشك. بنتوقف الآن قليلا، عندنا فواصل في البرنامج. سامحنا المقاطعة. السيد عدنان حلاوي مدير أول الاقتصاد الإسلامي في تومسون رويترز، ومن خلال البرنامج أيضا نذكر بأرقام التواصل 6005514416، الرسائل على 4006. بناخذ فاصل، بنعود لكم ان شاء الله. بعمر دوما يقول خلكم مكانكم، يلسوا ولا تخوزوا.
دبي حيث تسمو الإنجازات، حيث تتسارع الأحداث وتتوالى المبادرات. الملتقى يغطي أنشطة مهرجان دبي للتسوق ويلقي الضوء على أبرز أخبار وفعاليات المهرجان. مباشرة 8 مساء من الأحد إلى الخميس على سمة دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا أوقاتكم بكل خير من خلال برنامجكم برنامج البث المباشر. نحييكم عبر شبكة قنوات دبي أو حتى إذاعة نور دبي على الموجة 93.9. من خلال البرنامج نستضيف معنا في الاستوديو السيد عدنان حلاوي، مدير أول الاقتصاد الإسلامي في تومسون رويترز. نتكلم عن موضوع بوابة سلام للاقتصاد الإسلامي. تكلمنا في كثير من النقاط، توقفنا عند نقطة، بنبدأ الآن في نقاط أخرى مع السيد عدنان حلاوي. حياك الله وتفضل سيدي. شكرا. كنا قبل الفاصل عم نحكي عن الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي اللي هن قطاعين مهمين جدا من قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي. بننتقل للسياحة، السياحة العائلية، ما بنسميها السياحة الإسلامية. طبعا السياحة الإسلام بضمن القطاع الاقتصاد الإسلامي عندها حيثيات معينة، طبعا الفنادق والمطاعم لازم توفر أشياء تتماشى مع العائلة، فينا نقول ضمن التشريعات الإسلامية. وهيدا حجم السياحة، عندي أرقام بتشير أنه تقريبا حسب تقارير لتومسون رويترز وبوابة سلام أنه حجمها 142 بليون دولار، حجم السياحة العائلية أو الإسلامية، وهي تقريبا 11% من حجم السياحة العالمية. قطاع مهم جدا، وفي عدة منتجات عم تنزل بالسوق لتطوير هذا القطاع لأنه في طلب متنامي، حتى يعتبر الحج والعمرة وكل هذه النشاطات المتعلقة بالسفر المسلمين هي ضمن هذا القطاع. القطاع الرابع اللي بدي اتطرق له هو مهم جدا، هو الأزياء، قطاع الأزياء الإسلامية. والأزياء بتشير الأرقام إلى 230 بليون دولار، حجمها من أصل 327 بليون دولار عالميا، وبالتالي 11% من إجمالي حجم السوق العالمي أيضا. ومنشوف اتجاه ماركات عالمية هلأ صارت بالأسواق تنافس الماركات وتضاهي، إن كان من ناحية التسويق، إن كان من ناحية الموديلات، أو إن كان من ناحية النوعية والانتشار لدى النساء ومحبي الأزياء الإسلامية، من الحجاب، من العباية، من كذا. كمان هذا قطاع جدا قوي. ما بدي استطرد كثير بالموضوع، خليني انتقل لقطاع مهم جدا وحديث جدا، هو الاقتصاد الإسلامي الرقمي. تعرف نحن هلأ اليوم كلنا بنحمل الهواتف الذكية بتفيدنا بحياتنا اليومية. لا، هذا الموضوع منلاقي صرنا عشرات وعشرات ومئات التطبيقات الذكية اللي بتنزلها على الهاتف، اللي هي تعتبر إسلامك، من ضمنها مسلم برو، عندها فوق 10 ملايين تحميل، بعتقد وصلت للعشرين مليون كمان، اللي هي مواعيد الأذان، مواعيد الصلاة، اتجاه القبلة، الجوامع المنتشرة بأنت بأي مدينة بتروح عليها. يعني منلاقي أنه صار في تحديث وتطوير وخلاق وإبداع في إطلاق تطبيقات للهاتف. كل هذا درج ضمن الاقتصاد الإسلامي الرقمي، وصاحب السمو دائما رائد، ودبي رائد في القطاع الرقمي، وعندها اتجاه تكون مدينة ذكية، وكيف لا تؤسس لهيك قطاع بشكل علمي. أخيرا وليس آخرا، المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل،
حتى بمستحضرات التجميل في ما يعرف بمستحضرات تجميل الحلال، لأنه بتكون المكونات تبعها والاستخدامات تبعيتها ضمن قطاع الحلال. وبالتالي إذا بتجمع كل هالقطاعات اللي حكينا عنهم اليوم بتلاقي أنه القطاع الاقتصادي الإسلامي العالمي بيستاهل يكون عنده هالاهتمام من صاحب السمو من دبي ومن العالم أجمع. وصاحب السمو بيقول بمبادرته أنه أول شيء اختار اسم سلام كرسالة سلام للعالم، كرسالة حضارية، لأنه الإسلام هو دين الثقافة، العلم، التطور. ثانياً بيقول الاقتصاد الإسلامي لازم يتدرس ويصير قطاع يتدرس بالجامعات والمدارس كعلم، وبوابة سلام تخدم هذا الشيء. هلأ منشوف بعد شوي على السكرين كيف الموقع بيأسس لها الوجهة ولها الاتجاه بتوفير المواد اللازمة للمستثمرين، لرجال الأعمال، للمؤسسات الصغيرة، للنساء، للكبار، للصغار، وشو المشروع بينطوي وشو عندنا خطوات مستقبلية. إذن بس بذكر أيضا حتى المستمعين بأن معنا السيد عدنان حلاوي مدير أول اقتصاد الإسلامي في تومسون رويترز، ونتحدث اليوم عن موضوع بوابة سلام الاقتصاد الإسلامي. وتفضل سيد عدنان. نعم. فمثل ما عم نشوف هلأ رح نشوف بعد لحظات على السكرين. نعم، هذا بالنسبة للمشاهدين. نعم. والمستمعين ممكن أيضا توصل لهم الفكرة أنت. نعم. صوتيا. نعم. فممكن زيارة الموقع من www.salamgateway.com. الموقع متوفر بالإنجليزية وبالعربية. ممكن نشوف هلا بالسلايد الثانية انه بتختار اللي بعدها، انه فيك تفوت على فود الأطعمة الحلال، فينا نفوت على التمويل الإسلامي فاينانس، الثالثة الفاشن ارت وديزاين اللي هو الأزياء والتصاميم الإسلامية، قطاع السفر والسياحة العائلية ترافل، ممكن تروح على المنتجات الصيدلانية والتجميلية الحلال، هذا الرقمي الإسلامي، وميديا وكرييشن اللي هو قطاع الإعلام الإسلامي والترفيه الإسلامي. بتكبس تضغط على أحد هالقطاعات ومثل ما بتشوف ممكن تشوف رسوم بيانية بتعطيك فكرة عن حجم الأسواق. منشوف قاعدة شركات كبيرة جدا للشركات العاملة بهالقطاع، إذا أنت عم تبحث عن الشركات بتلاقيها، وممكن تدرج الشركة بالموقع للمستثمرين يشوفوا. ممكن تشوف أخبار الشركات طبعا. بالسلايد اللي بعدها رح نشوف أنه فيك تشوف الأسواق، تكبس على أو تضغط على اسم البلد بتشوف نبذة عن قطاع الحلال، من هو من بيعمل التشريعات هنيك، شو آخر الأخبار بهالبلد، مثل السعودية، أستراليا، ماليزيا، أي بلد في العالم. كمان ننتقل ل هذا صفحة الدولة كيف تبدو. شفنا هون مثلا دولة ماليزيا اللي هي رائدة بهالمجال. كمان منشوف آخر المؤشرات، فينا نشوف هون مؤشرات عالمية في أطلقت أوسو دبي السنة الماضية، كمان مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي تطوره. كل سنة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي بيطلق تقارير جديد بيعطي. طبعا لدخول أي سوق لازم تعرف إحصاءات عنه، كيف بدك تعرف أنت أي حجم سوق، أي سوق أكبر، وين لازم تصدر، وين لازم تستورد، كله هيدا متوفر هون. كتير بهمني سلط الضوء على الفعاليات والدورات، لأنه هيدا شيء أساسي للناس اللي بدها تتثقف، تعرف وين المؤتمرات عم تحصل. ممكن تشوف وتفلتر أو يعني تختار تصغر بحثك لتلاقي المؤتمر اللي بيناسبك تحضره، إن كان بالخليج إن كان عالمياً. فعنا داتا بيس كبيرة. من الأشياء اللي كتير خاصة بالموقع هم الإنسايتس أو التحاليل أو الدراسات اللي بنطلقها كل بشكل أسبوعي. يعني النساء الناجحات في قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي بنعمل معهم مقابلات، بنشوف نتعلم دروس من قصص نجاحهم. والشغلة كتير مهمة وبتلقى كتير اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد، هو دائما انه يكون في موقع نلاقي فيه كل التشريعات، الفتاوى الصادرة في هذا المجال،
بنحب نشوف الفتوى اللي صدرت بهالبلد، نقارن هالفتاوى، نقارن التشريعات، نتعلم ونشتغل، لأنه ما فيك تعمل أنت منتج حلال لا يتوافق مع التعليم مع التشريعات وال... بس بنذكر الموقع قبل ما أنهي اللقاء سيد عدنان، الموقع اللي ممكن يدشون عليه ويحصلون هذه المعلومة. نعم، فإذا برجع بعيد www.salaam.gateway.com ممكن من الموقع يفوتوا على العربي والإنجليزي، وللتواصل معنا أكيد في عنا مواقع تواصل اجتماعي و... نعم. إذن شكرا سيد عدنان حلاوي مدير أول اقتصاد إسلامي في تومسون رويترز اللي حدثنا عن موضوع بوابة سلام الاقتصاد الإسلامي، وإن شاء الله كل ما كان هناك عندهم جديد بنستضيفهم أيضا وبنلقي الضوء عليه. شكرا، شكرا، حياك الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، فاصل إن شاء الله، بعود لكم بعد هذا الفاصل.